بنحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان، رح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. اليوم أكيد نهار الجمعة وعسوينا لكم اليوم شيء بالصومون. عنا صومون بالأرز إكزوتيك، صنف طيب جديد، صنف من اختصاصي ومن تلحيني وتأليفي. مثل ما عم تشوفوا هالأكلات الجديدة كلها أكلات حديثة عم سويها بترغب طلباتكم ومحبيكم، بالوقت ذاته إلى نكهة طيبة مميزة وشكل كتير جميل وحلو. شو بدي من شان هالأكلة يلي هي الصومون مع الأرز إكزوتيك؟ بدي شرحات صومون 700 جرام الكمية لخمس أشخاص، بدي كيوي حبة عدد 2، بازيلا طازة أو مجلدة. ليكو الطازة هلأ بلش، أنا صريح، بس الكيلو بعده 4500 حرام اشتري لأطبخ فيه، يمكن لأكلهم كم حبة أشرب معهم كاس مرقون هلأ منيح، بس بعد 10 أيام بصير ب3000 بصير ب2000، بنصير نجيب نقول لكم طازة. هلأ بعدني عم أقول مجلد، بس مجلد طازة. تفاح حبة عدد 2، حمص 300 جرام مسلوق، رز حبة طويلة 200 جرام، زنجبيل أخضر 20 جرام، كرافس 50 جرام، زيت نباتي بحدود 15 جرام، بودرة الكاري ملعقة صغيرة ونص، بهار أبيض أو بهار أسود 2 بيمشوا، كركم بدي ملعقة صغيرة، ملح بدي شو ملعقة ونص صغار، وبدي أفوكا حبة صغيرة. رح نشوف بشو بنبلش. دايما أول شي بنبلش بالإشياء اللي بدها شوية نقع، بنقع الأرز بشوية ماي وبكون غسلتهم شوي. عادة الأرز هو مغسل، لنرجع نكرر هالشي، ولكن من الأفضل إنه نغسله لأنه ما منعرف شو طرق من عمليات بعملية التعبئة من مراحل، ما منعرف، من شان هيك هو مغسل ومعقم. بس من الأفضل إنه هيك هيك بدنا ننقعه شو 10 دقايق ربع ساعة، إنه نغسله منخفف من الغبار الموجود فيه، ومنكون هيك مطمنين فكرنا مثل ما بيقولوا كفني ولادك يا حني قدامك. هالرز النقع بدنا نعمل، نبلش بالزنجبيل يلي بدي افرمه ناعم، منجيب
هون الضلع كمان بخلي الورق لاستعمله مع التفاح والكيوي والضلوع بفرمون لاستعملهم مع الأرز. بينحطوا كلهم سوا فوق بعضهم وبينفرموا بهالشكل ناعم كمان ليعطيني طعمة طيبة شوي حدية ولكن أخف من حدية الزنجبيل. هون عم يتقلى الزنجبيل على النار منضيف فوقه الكرافس الناعم من الضلوع مش الورق، الورق تركتهم هلا بتشوفوا كيف استعملهم. بوعي تاني منحط على النار مقلية مع شوية زيت بخلط بكاسة بدي اتأكد الكرافس والزنجبيل انه تقلوا مليح لتخف حديتهم. بخلط بهار ابيض، بودرة الكاري، ملح، بودرة الكركم، بعمل خليط مزيج بين بعضهم وبرش على قطع السمك منهم الصمو. والصمو هو ني. وبدي احب اعرفكم انه صار في بالسوق صمو من الانهر يختلف غذائه عن صمو البحري. هيدي بدنا نعرفها لانه دائما بقلكن انا شو اللي منغذي شو بيتغذى نوع الصمو هو اللي منحصل عليه بعملية الغذاء لإله. هالجات لحط فيه الملقط. هون بعده عم يتقلى عندي الزنجبيل والكرافس. بقلب قطع الصومو على الجهة التانية يلي ما تبلت بأربع أمزجة مع بعضها، هن ملح، هن كركم، هن بودرة الكاري، وهن بودرة بهار أبيض أو بهار أسود. هالمقلية والزيت شوي حمى مش كتير، بحط عليهم قطع الصومو يلي هن تملحوا هاي كأنها عم تسبح بالبحر. بعدها بطفي النار هون لأنه بطل عندي شي لكون حضرت ماي مغلية على النار لاستعملها مع الأرز لأنه ممنوع أنا أضيف ماي عادية للأرز.
منصفي الأرز يلي هو انتقع حوالي 10 دقايق بمسفاية والرز كميته قليلة 200 جرام لأنه في عدة عناصر داخلة بالأكلة منشان هيك ما كتلنا 300 جرام عادة منضيف لخمس أشخاص. نرجع مندور النار على الأرز وبحرك الأرز مع الزنجبيل اللي تقلب الزبدة ومع الكرفس الضلوع يلي تقلت بالزبدة. منضيف عليها البازيلا المجلدة مجلدة مثل ما هي وما حتى ما بدي غسيل ليه هون كل شيء لأنه مغسل ومعقمة أنا قبل ما فرزتها. وهو أنا تفرزتهم وحطيتهم بالفريزر عندي وانتو هيك بتكونوا عاملين. بحركهم مع بعضهم بقلب شرحات الصمو على الجهة الثانية وهي اللي عم تسبح بكبسها من هون للزعانف تبرم شوي صغيرة وتصير تستوى وبنوس النار شوي عليها. هلأ منيجي لتقطيع التفاح هالتفاح مغسل بقطعه بهالشكل ومنحط على ورقة نايلون أو كيس خبز عتيق أو جريدة عتيقة قطعة التفاح. هاي التاني نفس الشيء سويها بنفس الطريقة منقطع التفاح بقشره بهالشكل ومنرجع كمان هون هيك الحجم بده يكون متناسق برجع بحرك شوي الأرز مع البازيلا لازم الأرز والبازيلا يحموا من هيك الأرز أوقات بيقولوا لزق معنا. وهون على نار قوية لتستوي قطع الصمو عمهلة منكمل تقطيع التفاح هاي أول وحدة خلصت نرجع التاني نص كمية الحمص يلي عندي بضيفها فوق الأرز والحمص مسلوق ومصفى ومبلد نقلب السمكة اللي هي شوي سميكة مثل هاي بقلبها على هاي الجهة لتستوي عمهلة شوي وهي كمان لأنه فيها زعانف لنتأكد إنه نضجت
شايفين تفاحتين بس نقطعهم بيكبر حجمهم، لأنه بتصير القطع حد بعضها بتيجي فوق بعضها، فرق ما هيديكي بتيجي بتكون كلها سوا على بعضها متلاصقة. تبولي شوي، منضيف لهون ملح، هون ضايف شقفة زبية اللي انضموا لقلنا هلا، زنجبيل ناعم 20 جرام، حطينا كرافس معهم، حطينا رز 200 جرام مغسلين ومنقوعين 10 دقايق، حطينا بازيلا مجلدة أو طازة، حطينا حمص مسلوق، كركم ملعقة صغيرة، بهار أبيض أو بهار أسود رش صغيري، بودرة الكاري 3/4 ملعقة صغيرة، وبخلطهم مع بعضهم. منضيف عليهم المي المغلية، شوفوا المي مغلية، برجع بكرر لازم تكون عم تغلي المي، وهون بس ضيفهم تعمل خش، هون منكون الطريقة الصحيحة يلي عم حضر فيها أنا هالصنف ويطلع معي طيب وغني وما بده أي شيء. منضيف لإله الغطا، فينا شغلة وحدة نعملها وهي بملعقة بحرك شوي، ما بشيل على الوجه، على الوجه بيطلع معي الزبدة أو الزيت، بحرك شوي هيك وبشيل نتفة صغيرة من الزوم وبدوقها. إذا نكهتها طيبة خلص، نكهتها ناقصها شيء بزيدها، مش بنفس الملعقة، هاي الملعقة للجلي، بزيد من هون. هلا ما بدها شيء، بس لنفترض بدها نتفة صغيرة بولة الكاري، بحركها بدي ذوق، بجيب ملعقة تانية مش بنفس الملعقة، لأنه اللي بده ياكل من وراي مش لازم ياكل، بركي أنا مثلا ساخن مش ضروري أعديه، بدوقها وساعتها كمان بحطها بالمجلى. نجلي ملعقتين ولندوق من ورا بعض، منغطيها ومنتركها على نار خفيفة. هلا هالتفاح يلي صار عندي بحطه بوعي لوحده كبير، منجيب الكرفس الورق منحطهم فوق بعضهم وبفرمون ناعم هيك. ناخذ اتصال. الو الو الو، بونجور، يا اهلا وسهلا فيكي، ماشي الحال؟ انت كيفك؟ تمام، معك مدام ناديه. اهلا وسهلا فيكي ست ناديه، كيفك؟ كيفك انت؟ منيح، طمنينا عن هالاكل عندك، كيفه؟ بجنن بجنن، انا عندي الكتاب وما خليت شيء ما جربته وكله زبط. صحه وهنا، صحه وهنا، وانت ست شاطره كمان، يزبط معك كل شيء دغري من اول مره. تسلم تسلم. بدي اسالك مشان المربيات. نعم. هيدا المربى انت كله بتقول ساعه وعشر دقايق، نعم الوقت، نعم بعد ما تنحط السكر. انا جربت ثلاث اصناف، بس يصير نص ساعه بيصيروا شداد، يعني بشدوا بدك تشقفهم تشقيف، بيعقد كثير. اي نوع عم تساوي وقديش حطيتي سكر؟ مثل ما هو مكتوب. لا حطيت عملت اللقطين وعملت الكرز. اللقطين شو بعد عملتي ورا اللقطين؟ قبل اللقطين عملت كرز. نفس الشيء كمان يبي
حطيتيهم السكرات معهم ثلاث ساعات؟ نعتهم بالسكر. ثلاث ساعات؟ من عشية لتاني يوم. اوكي، بس تاني نهار طلعتي فيهم لقيتيهم بقى ميتهم وصار في زوم؟ ايه زومين. النار بس غلو، نوصتي النار بس غلو، كرازات نوصتي النار؟ لا، دارت طبيعية، ما نوصت النار. هيدا هي هالفرق، وقت العيني من قوي انا بكتب، نرجع نترك من بعد ما يغلي على نار خفيفة، بس تتركي الشيء على نار قوية بيتضاعف البخار وبيطلع منه، وساعتها اكيد بيصير الوقت اقل لإلهم وبيشدوا لأنه تبخر منهم المي بطريقة أسرع. يعني نحن فينا نفحصهم قبل الوقت، ما ضروري نكمل الساعة. هلاني أوكي، بس الأفضل إنه دايما بس يغلي بالمربى. نعم. إنه نتركهم على نار خفيفة والوقت اللي أعطيكي إياه هو مليح. طيب تسلم. تكرمي، بس هلا أساس قويت النار ومستعجلة وبدك تنزلي على السوق وجوزك ناطرك. نعم. بالسيارة قوي النار واستعجلي. ما بيأثر. ما في مشكلة ساعتها، منحلها نحن وياكي. بخاطرك، أهلا وسهلا فيكي. هون السمك الصومون خلص ومناخد اتصال. ألو. ألو، مرحبا. مرحبتين، أهلا وسهلا فيكي. امبارح سألتك وحدة شاف على البطاطا المنفوخة. نعم. بس بسألك إذا ضروري نقعد 5 ساعات أو فينا نقعد كثير منيح بالمي؟ لا، ضروري تنقعيها 4، إذا بدك إياها منفوخ. هلا إذا بدك إياها بلا نفخ بتمشي مثل ما بدك، بس إذا بدك إياها منفوخة، إذا بدك إياها منفوخة ضروري 4 ساعات وأكثر، أحلى كمان. هني لحتى من ساعة أو ما بتزبط؟ هني من عشية لع بكرة لحتى بينقعوها لنخفف منها المواد النشوية نحن. عرفت كيف. بس في كيف كمان شو بيعملوا؟ لأنه امبارح ما كانوا سمعوا وضع الكهرباء، لأنه برجع بعد لك إياها يعني؟ لا سمحت. تكرم عينك. أول تكرمي. هون من قوي النار، هل ما عشبنا ماي. هون عنا عم تغلي الماي على نار خفيفة. شوفوا الفرق بين النار القوية والنار الخفيفة. هلا قويت النار، رح نشوف الفرق البخار كيف بيقوى. ودايما الأكل بده يطلع على نار خفيفة أفضل منشان ما تتبخر بسرعة الماي الموجودة فيه، إلا في حالة القصوى يلي قلت عنها. شوفوا البخار كيف يطلع بسرعة، نار خفيفة لحتى الغلي بصير أخف، بتبلش تخف عملية الهبلة يلي عم تطلع. أصبح دايما كل شيء له شيء. هون من زيت حطيته أنا ومن زيت نكهة الصومو، ما بغسلها للمقلاية، زيت نكهة الصومو ضيف عليها الكرافس يلي هني السلوري. بعملهم لأنه زيتاتهم قليل وأنا ما بحب كتر كتير زيت، معلش منحركهم بالملعقة ليصيروا بهالشكل. ناخد اتصال. ألو. ألو، بونجور. بونجوريني، أهلا وسهلا فيكي، مين معي؟ أنا صابة بالبلد. أو كيفك؟ منيح. منيح، ماشي الحال؟ كيفك سيف أدوان؟ منيح منيح، أنت كيفك حبيبي؟ معك سيف سيفا. إيه عرفتك اليوم. ليك سيف أدوان؟ نعم حبيبي. اليوم بدي مكروني بالخضار. مكروني بالخضار؟ انا كيف؟ ايه تكرم عينك. فيني اسمع على تليفون؟ يلا فيك تسمعني. اوكي. اول شيء بنسلق المعكروني بمي مغلية مع شوية ملح حبيبي 7 دقايق. اوكي. بنشيلها بنحط عليها مي مسقعة. اوكي. وبنحطها على النار، وبنحطها على المجلى لتبرد مزبوط. بس تبرد مزبوط. اوكي. ساعتها منشيلها منحطها بمصفاية، بهالوقت منحط لتر حليب على النار، بحط شقفة زبدة 40 جرام بتنجرة، نضيف معها 3 ملاعق ونص طحين،
حركي على نص دقيقة من بعد ما تكون دابت الزبدة، نص دقيقة مثلا. هلا أنا بدي إياها صلصة بيضة عن هالمدام، إذا قوت النار شوي وحطت دقيقة ونص صار لونها أسمر، صارت تشتغل صلصة مغربية. يعني كله بيفرق على الدقيقة، أنا بحكيكم وعلى الثانية، وقت لكم خمس ثواني. نرجع يا سابا، منجيب جزر منفرمه مثل زهر الطاولة. نعم. منجيب كوسة منفرمه مثل زهر الطاولة. منجيب لوبي منفرمه مثل زهر الطاولة. بتجيب ذرة بتغسلها للعلبة وبتحطها بمصفاية على حدا. بتجيب بازيلا طازة أو مجلدة مثل ما هلا أنا سويت. ايه حبيبي. ايه بازيلا خضرة أو بازيلا علبة؟ لا خضرة طازة. أوكي. أنا بحب الطازة. أوكي. إيه بنرجع بتصير تضيف بالأول الحليب شوي شوي على الزبدة والطحين وتحرك شوي شوي وتحرك، يعني بينضافوا الحليب على شو ست مرات فوق الزبدة والطحين ومنحرك، بصير عندنا صلصة متماسكة وناعمة، بتضيف لها شوية ملح وبهار أبيض. هلا أني الخضرة بتحط شقفة زبدة، حط الجزر واللوبيا مع بعضهم بالأول ودبلهم مزبوط، بعدين ضيف عليهم الكوسة، بعدين بتضيف الذرة، بعدين بتضيف البازيلا، بتغطيهم بغطا وبتتركهم حوالي 15 دقيقة بلا شيء. بعدين رش لهم ملح وبهار أبيض. شو بتعمل؟ بتجيب صينية، بتجيب الحليب يلي ممزوج مع الزبدة والطحين معقد الصوص، بتحط نصها على المعكرون نص الكمية، بتخلطها مع بعضها ملح وبهار أبيض كمان. بتجيب الجات الجراتان أو صينية، يعني هي جات الجراتان منقله يلي بتحمل حرارة بالفرن، بتحط شوية صوص بكعبه، بتشيل نص كمية المعكرونة بتحطها بقلبها، بتملسها، بتجيب الخضرة يلي عملناها على النار مع شوية زبدة، جزر، لوبيا، كوسة، بازيلا، ذرة، بتحطها حشوي بالنص، ترجع بقية المعكرونة على وجهها، شوية جبنة، بتحطها بالفرن شو ربع ساعة، وبقول لك ألف صحتين يا سابا وحبيبي. شو حبيبي؟ قلت ما تبولي زيتون زقف او بس زيتون؟ شو التبولي شو بها؟ تبولي قلت له زيتون زقف او زيتون؟ لا ما بدها توم حبيبي التبولي. ما في زيتون؟ ابدا. انت عارف زيتون؟ انا حطيت لها توم؟ لا زيتوني زيتوني. زيتوني؟ لا زيت زيتون. منحط زيت زيتوني حبيبي. اوكي ماشي. تكرم حبيبي، اهلا وسهلا فيك. هلا بدنا نقطع الفواكه يلي بعدها عنا. هون التفاح عم نعمله سوتيه. بجيب الكيوي، منحط ثلاث حبات زيني، نرجع قلبت حبة على الأرض منغسلها من صوبنها، بتصير يعني وين ما كان منغسلها مزبوط. ناخد اتصال. ألو. ألو شيف أنطوان. أهلا حبيبي بطرس، كيفك؟ كيف صحتك؟ منيح؟ طول عمرك. تسلام تسلام. يعني هالإبني اليوم بتجنن. هاي كمان مليحة عندك هونيك قريب للبحر، حلوة. اي نعم اي نعم، صحة وهنا، كتير عظيمة. بلا بتشوف لتخلص شو منظرها حلو، شو شهيتها كمان غير شكل. ايه خلص ما بنقيد شيف أنطوان حبيبي. حبيبي الجيران كلها بتحلف وحياتك عندي وناطرين تيسمعوا صوتك. لك تحياتنا لالهم. خلص شو مرة لازم روح على الشكة واشرب معكم قهوة. ولك اهلا وسهلا، تعطيك العنوان. تسلم. سمتر وليم. وين؟ سمتر وليم قبيل سينما باكاديلي، بيتنا هنيكي والجيران كلها هنيكي. يلا نقلها راك. ميني ماركت بطرس. خلاص ميني ماركت بطرس أهون شيء. ايه موجودة. تكرم ميرسي لك يا بطرس، كيفك اليوم؟ بطرس. ألو. سك الأفوكا كمان منقطعهم هيك، منشيل البذرة كله بده يكون مناسق التقطيع مع بعضه. و
وقلنا بدها تكون دائما الافوكا من الكون لا مستوية كتير ولا فجي، ما بتسوى فجي. هلا مستوية كتير اوقات بتسوى بس تعطي لون سواد فقط لا غير. بس افضل شيء انه بس نكبسها هيك حس اصابيعي دخلوا شوي بالحبة ولكن جمد شوي تحت الضغط بالاصبع. هي الافوكا كمان بنضيفه معهم. كمان بناخذ اتصال. هلا بنضيف الحمص الباقي كلهم بننسفهم هيك مع بعضهم. وفي اللي بده يضيف محل الحمص فاصوليا فيه، يعني في يا فاصوليا بيضه او حمص. هون نشوف شو عم بيصير. ها عم تنشف عمهله على نار خفيفه الارز مع البازيلا والزنجبيل والكرفس. هلا هونيك حطيت انا بودره الكاري، وهون كمان بدي احط شويه بودره الكاري معهم، يعني 3 ارباع ملعقه. العيار هو ملعقه ونص لاثنين. بنحط معهم بهار ابيض شوي، كمان كركم شوي، وملح شوي. انتبهوا مثلا هلا اني انا في من وعي الملح، اذا ما بدي زيد في شيل كركم، بس ما في شيل كركم الملعقه صفرة غطهم بقلب الملح غلط. بجيب ملعقه نظيفه وبحط لهم شويه ملح، لو كانوا فواكه شويه ملح مع الحمص والكرافس بيعطيهم طعمه طيبه. بعملهم كمان بقلبهم مع بعضهم بهالشكل وبتركهم على نار خفيفه، يعني هنتوقف مع محطه اعلانيه ومنتابع حلقتنا المباشره عبر شاشه تلفزيون لبنان. حلقتنا المباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. هون هلا بنكشف عن الأرز. بنجيب قطع السمك الصومو يلي هي كانت مقلية على نار خفيفة، بنحطها على الوجه. نرجع منغطي عليها ومنخليها بالبخار كمان تاخد شوي صغيرة عليها. هون عم ننسف تفاح بزيت السمك الصومون يلي كان سويته فيه، ليته بنار كتير خفيفة وكمية قليلة، مع حطيت الكرافس الناعم جوليان الناعم، بعدين حطيت تفاح، بعدين تفاح حبتين اللي انضموا لنا هلا مقطع، كيوي حبتين حبه ونص ونص للزينه، وكمان حمص وافوكا حبه. حطينا لهم، ضفنا لهم ملح كمان قليل، ضفنا لهم بودره الكاري شوي صغيره، كركم شوي صغيره، وبهار ابيض او بهار اسود كمان شوي صغيرة. تطلع عنا ساعتها هالأكلة يلي هي كتير منيحة. يعني هون منكشف هالبخار عم يطلع، بيكون السمك عم يستوي شوي شوي معنا. هلا هالسمك يلي هو موجود عندي على بالطنجره شوي شوي بدي ارجع شيله قبل ما بلش عمليه السكب فيه. حطه بجاط وهون عندي حبات الكيوي بدي اقطعهم بالوسط ليصيروا عندي
بهالشكل وبهالشكل. هالسمك شايفين البخار كيف طالع منه؟ ناخد اتصال. الو الو، يعطيك العافيه. الله يعافيكي. اهلا وسهلا فيكي، مين معي؟ مدام احلام. اهلا وسهلا فيك ست احلام، كيفي؟ الحمد لله، الله يسلمك، كيفك انت؟ منيح منيح. خبريني كيف هالاكل عندك؟ الحمد لله كله تمام، صحه وهنا، ماشي حالنا، صحه وهنا. الرجال مبسوط عم يقول، الاولاد مبسوطين؟ أكيد أكيد. صحة وأنا، وسلميلي عليهم. الله يسلمك. بدي أسألك بس شيف. نعم. ثلاث واق جبن يعني 600 جرام محليتها، بدي أحط أعملها حلاوة الجبن، قد إيه بدي أحط لها سميد فرخة؟ 300 جرام أو 600؟ 600 بتحطي لها 350 سميدة. عجينة الفرق. نعم عجينة الفرق. وإذا مش محطوط لها سمنة بتضيفي معهم ملعقة سمنة، بتحطيهم على النار شوي، بتسخنيها وبتستعمليها. ماشي، تكرم عينك. نعم. ثلاث واق 350 جرام. بتستعملي لها 350 جرام يعني، وقية وثلاث أرباع. ماشي، من عجينة الفرن. تكرم عينك، أهلا وسهلا فيكي. هاو منكشف على الواعي طنجرة، شايفين البخار كيف طلع؟ منشيل قطع الصمو، نرجع منحطها. كملنا نضجرها كيف عم تستوي على الآخر، لحتى الزيل هونيك قلب. نحرك الأرز حركي وحدي، بلش اسكب الأرز بالجاط، وبهالوقت بس بلش اسكب الأرز شوي شوي. منشوف مقادير الصمام بالأرز اكزوتيك عبر شاشة تلفزيون لبنان. المقادير هالأرز نسكبه مع أكيد هالمواد يلي استعملناها، كمان هالفواكه منضيفة عليها بهالشكل. نرجع منحط قطع
الصومون عليا بهالشكل. نعمل لها إعدي هذا الديل لهون نرجع منحطه وهذا لهون تكسره يعني كله بيرجع يركب. هاو البازلات كمان حرام لزقوا منحطهم نرجع نلبس كف وقطع الكيوي يلي تقطعت بالوسط. هو الكف رقيق مش ايدي خزيقة. منحط قطع من الكيوي هون هون على بين كل حبة من الصومون من بعضهم حلقتنا لليوم يلي هي سمك صومون. مش هحط لها بقدونس ما بدي عجقها بقى. فينا نحط كنا اذا ما كان ما لقينا الجات بيحكي لوحده فينا نحط لها بوكيه صغير من البقدونس، بس بما انه بيحكي لوحده شهي ما بنحط لها شيء ما بنعجق كثير. عندنا اليوم صومون بالارز اكزوتيك. بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان وبقول لكم الشيف انطوان على طول مأكول الهنا عبر هالشاشة اللبنانية الحلوة يلي كلكن بتحبوها. وباي باي.